اخبار العلوم، مساكم بخير طيبين. تمام، صحة السلام، معكم مكس بلاك محمد 187 من قناة. اليوم جايب لكم لايف كومنتري جديد، المهم لايف اللايف الثاني يمكن الرابع، ما ادري الخامس، والله ما ادري كم، بس الزبدة والله اني مرة تعبت وانا قاعد اسجل. المهم احنا في ماب هايدرو، ماب بلاك اوبس 2 الجديد. المهم راح ناخذ برضه جولة كذا سياحية في ذا الماب ونشوف ايش وضع ذا الماب. ان شاء الله يا رب ما حد يغش علي. المهم من البداية نشوف الجولة الحين سياحية. تحت الماية كفو والله، عادي ما يجيك شيء، صح عليه. خبط طب الحين منه واكلها تبن. خلنا يا ابوي. المهم هنا هذا البداية ذا الماب، هنا نشوف تعلق هنا ما يتعلق، حلو. هنا في زي البحر، هنا ما ادري وش هذا، سد مانع. شوف الجسر المعلق، انا اخبر الجسر المعلق عندنا تحت صحراء يا ابوي، والله العظيم تحت صحراء. هنا ذا سد ما ادري كيف، يعني لو ينفجر ذا السد الله يرحمهم توفوا. نشوف الحين هنا في ذي الغرفة، دي في غرفة هنا فيها كاس وحركات، شكل كان قاعد يشرب كابتشينو ذا. ايوه طيح ام الكاس، هنا طيحت ام الكاس. طيب حلو. نشوف الحين هنا كسرنا القزاز، خذينا مساحة بسيطة. الحين اجوا في ذي الغرف، اطلع هنا فوق، في هنا هنا شوف كيف، شوفوا الجهة الثانية فيها طبعا اماكن. ايش السالفة، ايش ذي الغرفة ذي، هذا حق التحكم بالسد والموية وزي كذا. نشوف هنا الحين، هنا الموية اللي بتسحبك، بس المفروض ان الموية تدفك يعني. هنا طبعا تحت نظام اذا انك تبي تحشر من تحت الماب. باكستان مدري وين فيه، بس الزبدة ان بلاك اوبس 2 كله اصلا نص المابات ونص الكلام حقهم متخذ من عربي، عشان كذا اللعبة لعبة بلاك اوبس 2 سيطرت حلوة في المجال انها تكون لعبة عربية حلوة، فما كانت هي لعبة عربية يعني كلها، لا بس يعني في بعض المابات اللي تم اضافها. في مقطع نزل سلطان الشطحة اللي يرقصون هنا، كانوا واقفين هنا، هذا ذا الماب هذا. والله طريقة سلطان سطحة حلوة، تلاقون قناة سلطان تحت مكتوب جيم تايم، وواحد من فريق بلاتينيوم تيم. المهم نشوف الحين الغرفة دي، والله يعني شيء كويس، الماب كويس، ما عليه يعني ما عليه كلام. لكن اتوقع يعني ان كبر الماب ممكن ما تقدر تحشر فيه بسرعة، توقعت انا حتخش ماي. حلو والله، والله الماب تمام. نشوف الحين نطلع هنا فوق نشوف، والله تمام الماب ما عليه اي كلام، الماب والله انه فلة. لكن زي ما تقولون نجرب نلعبه ملتي بلاير، ولا نشوف دخل اي احد برايفت نشوف كيف يكون الماب تمام ولا تمام. المهم خلينا الجولة السياحية في الماب، لفيناه كله من فوق لين تحت. اتمنى ان شاء الله ان عجبكم الماب. لايك كومنت تفضل، سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.